بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. العقيدة الواسطية صفحة 184. قال: مباحث عامة حول آيات الصفات. إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف الإمام ابن تيمية رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولاً هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. الأصل الأول: اتفق السلف رضي الله عنهم على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى وما دلت عليه من الصفات، والإيمان بما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. مثال ذلك القدرة، مثلاً يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، الله عز وجل على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، نؤمن أن الله تعالى له كمال القدرة، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، هذه المخلوقات كلها بقدرة الله عز وجل، فنؤمن بالاسم وبالصفة وبما ينشأ عن ذلك، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط، أي على هذا الطريق. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم، وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته فإنها داخلة في الإيمان بالصفات، وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي ويناجي وكلم ويكلم فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال، نؤمن بذلك كله. الأصل الثاني: دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري عز وجل قسمان: القسم الأول صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات بل هي لازمة لها أزلاً وأبداً، صفات ذاتية ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال، هذه صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات بل هي لازمة لها أزلاً وأبداً. القسم الثاني صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفاً بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، وهو سبحانه لم يزل فعالاً لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئاً فشيئاً تبعاً لحكمته وإرادته عز وجل. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش مع العلو والمجيء والإتيان يوم القيامة للقضاء بين العباد، والنزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل على ما يليق به، والضحك والرضا والغضب والكراهية
والمحبة المتعلقة بخلقه، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. يجب الإيمان بذلك كله على ما يليق بالله جل جلاله. الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها جل جلاله. وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده، ونفي الند والمثل والكفر والسميع والشريك عنه، يدل على ذلك، كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة جل جلاله. الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة، وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما، وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف رضي الله عنهم على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه وتمثيل. والمخالف في هذا الأصل فريقان، الذين خالفوا أهل السنة فريقان. فريق الأول الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعاً، نعوذ بالله، وشيخهم الجهم بن صفوان، وقبله الجعد بن درهم، هؤلاء ضالون والعياذ بالله. فلا يجوز نفي الأسماء والصفات ولا تأويلها. الفريق الثاني المعتزلة، فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، فيقولون عليم بلا علم، أعوذ بالله، وقدير بلا قدرة، وحي بلا حياة، يثبتون الاسم وينفون الحكم، نعوذ بالله، وهذا ضلال، نعوذ بالله من الضلال. وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل، كما هو باطل في الشرع. أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني، ويدعون ثبوتها بالعقل، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. الأشاعرة يثبتون هذه السبع، ولكن بعضها يؤولونه، يقولون السمع العلم بالمسموعات، البصر العلم بالمبصرات، الكلام يقولون كلام نفسي بلا صوت ولا حرف. حتى هذه السبع، هذه الصفات يؤولونها، ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر. والكل، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم والقرون المفضلة على الإثبات العام. فعلينا أن نؤمن بأسماء الله وصفاته على ما يليق بجلاله، بلا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا نفي. فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسير القرآن وتبينه، تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك. قوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عطف على قوله فيما تقدم، وقد دخل في هذه الجملة
ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة. والسنة في الأصل، والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه، أي الاعتماد عليه بعد كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والمراد بالحكمة السنة. وقال عز وجل: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال آمراً لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله: ألا إني أوتيت القرآن ومثلهما. قال المعلق: رواه أحمد رحمه الله في المسند، وأبو داود رحمه الله، والطبراني رحمه الله من حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه، عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي السنة. فالأحاديث هي وحي من الله. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. رواه أحمد وأبو داود والطبراني رحمهم الله من حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه، والحديث صححه الشوكاني في نيل الأوطار رحمه الله، والألباني رحمه الله في تحذير الساجد. وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل، فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجملة وتقيد مطلقة وتخصص عمومة، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان: الفريق الأول لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه، يردون الأحاديث ولا يبالون بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن، والواجب في باب الاعتقاد اليقين. وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة، يردون الأحاديث التي لا توافق هواهم والعياذ بالله. فالحديث إذا صح سنده يجب قبوله ولا يجوز رده. الفريق الثاني يثبتها ويعتقد بصحة النقل، ولكنه يشتغل بتأويلها، يعني يحرف المعنى، كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معان بالإلحاد والتحريف. وهؤلاء هم متأخروا الأشعرية، وأكثرهم توسعاً في هذا الباب الغزالي والرازي، يؤولون الأحاديث التي لا توافق هواهم. قال المعلق: الغزالي هو أبو حامد محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد الطوسي الشافعي المتكلم المتصوف الفقيه الأصولي، تاه في متاهات علم الكلام والتصوف، يعني ضاع فضل وأضل، وقيل رجع قبل وفاته والله أعلم. ولد بطوس سنبلد سنة 450 هجرية، ومن أشهر تصانيفه إحياء علوم الدين، وفيه من الأحاديث الضعيفة والموضوع. الرازي هو فخر الدين محمد بن ضياء الدين عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني، ولد سنة 544
أصولي، متكلم، مفسر، له تصانيف كثيرة مليئة بالضلالات والبدع والخرافات والسحر، منها التفسير الكبير ومفاتيح الغيب. مات سنة 606 بعد أن رجع وتاب. قوله وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به، يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف أي تغيير ولا تعطيل، نفي ولا تكييف ولا تمثيل، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه وبما يجب له، وهو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله. قوله كذلك أي إيمانًا مثل ذلك الإيمان، خاليًا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، بل إثباتٌ لها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه. فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. ينزل نزولاً يليق بجلاله وعظمته، فينبغي لنا أن نجتهد في الدعاء في هذه الساعة الطيبة ثلث الأخير من الليل، نؤمن أنه ينزل نزولاً يليق به، لا نزيد ولا ننقص، ينزل نزولاً يليق به سبحانه وتعالى. قوله فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم، الكلام على هذا الحديث من جهتين: الأول صحته، الحديث صحيح من جهة النقل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه متفق عليه، رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. ويقول الذهبي رحمه الله في كتابه العلو للعلي الغفار: إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع أي تفيد الجزم، وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود. الثانية ما يفيده هذا الحديث، وهو إخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة. ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق، كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق، ينزل نزولاً يليق به، كما أنه استوى على وارتفع على ما يليق به. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسيره سورة الإخلاص: فالرب سبحانه إذا وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو يقرب عشية عرفة إلى الحجاج، وأنه كلم موسى عليه السلام بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعًا أو كرها، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة، حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. فنؤمن بأنه ينزل لكن ليس كنزولنا، ويدنو على ما يليق به ليس كذنوبنا، نؤمن ونقول على ما يليق بجلاله وكماله، ولا نقول أن العرش يصير فارغ والسماء مشغولة، لا نقول هذا، نقول ينزل نزولاً يليق به، ما ندري كيف ذلك، فهو على ما يليق بجلاله وكماله. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة.
ويقفون عند ذلك، فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل، ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل، وقد علمنا أنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير.